بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، عليه الصلاة والسلام. أهلا بكم أبنائي طلبة الصف الثالث الابتدائي في درس جديد من دروس مادة الحاسوب. سنقوم بمراجعة الدرس الخامس، الوحدة الأولى بالصف الثالث. درسنا يتكلم عن موضوعين رئيسيين، هو كيف يمكن أن أبحث عن ملف ضائع باستخدام مستكشف، باستخدام شريط المهام، وباستخدام مستخدم الملف. فلنتحدث عن كيفية البحث عن ملف باستخدام شريط المهام. إذا أردنا أن نبحث عن ملف ولا نعلم أين وضعنا، يمكننا أن نذهب إلى شريط المهام، وشريط المهام هو الموجود هنا في الأسفل. انظر إلى هنا بجانب علامة الستارت. إذن بجانب علامة الويندوز يمكنك أن تجد مربعاً للبحث، يمكنك أن تفعل أي شيء فيه. سأضع المؤشر داخله وأضغط الصف الثالث. الصف الثالث. نلاحظ ماذا؟ نلاحظ أنه وجد الملف الذي يسمى الصف الثالث، ووجد مكانه داخل الحاسوب. وبضغطة جهة اليمين على يمكنني فتحه Open أو Open File Location، أفتح المكان الذي يوجد فيه هذا الملف. هذه هي الطريقة الأولى. ما الطريقة الثانية للبحث؟ هي البحث باستخدام مستكشف الملفات. مستكشف الملفات ما هو؟ مستكشف الملفات هو إذا فتحنا أي ملف سنجد مربع في أعلى. إذا ركزنا هنا انظروا إلى هذا المربع. هذا المربع بجوار العدسة يسمى المربع المستكشف الملفات. ماذا يمكننا أن نفعل فيه؟ يمكننا أن نضغط داخله ونكتب الصف مثلا، الصف الثالث، ثم نضغط زر الإدخال Enter. ماذا يحدث؟ سيقوم بعرض جميع الملفات التي تحتوي، التي تطابق البحث. سنجد الملف الذي نريده هنا، ويمكنني أن أضاف الدبل كليك إليها لأفتح هذا الملف. وبذلك تعلمنا أن هناك طريقتين للبحث عن أي ملف، الطريقة الأولى باستخدام شريط المهام، والطريقة الأخرى باستخدام مستكشف الملفات. وبهذا نكون أنهينا الدرس الخامس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.